يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص عليه قضاء من رمضان فشرع في صيام هذا اليوم، وكان ممسكا إلى بعد صلاة الظهر، ثم أفطر بسبب قدوم قريب لنا، فقال لا بد أن أكرمه وسأقضي هذا اليوم وقد أفطر هذا اليوم، فهل يأثم بذلك؟ نعم، هذا حرام عليه الإفطار. من دخل في فرض موسع حرم قطعه، لو دخل في قضاء رمضان لا يجوز يقطعه، فهو أخطأ في هذا، عليه أن لا يرجع لمثل هذا العمل. نرجو الله أن يتوب عليه لأنه جاهل ما لا يدري. إكرام الضيف ليس بالإفطار، إن كان يكرم الضيف بدون أن يفطر. نعم.